نشرة الأخبار على الحياة فم. العاشرة ليلا هنا من الحياة فم، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه النشرة الأخبارية ونستهلها بأبرز العناوين. خلال لقائه بوزيرة العدل سعيد يؤكد بأن قضية الشهيدين بالعيد والبراهمي بقيت عالقة فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق منها. رئيسة الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول تأمين تزويد السوق خلال شهر رمضان. وزير الشؤون الخارجية الجديد يستقبل سفير الجزائر بتونس. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسدي تعليماته بتجنب إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور. إلى تفاصيل النشرة، حيث صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية اليوم الجمعة 10 فبراير الجاري قرر أن يقضي بمنح الصبغة الجامعية لأقسام طب الشغل والإنعاش الطبي والطب الفيزيائي وتقويم الأعضاء وتأهيل الوظيفي والأمراض الخمجية وأمراض المعدة والأمعاء بالمستشفى الجامعي ابن الجزار بالقيروان. وتجدر الإشارة إلى أنه قد وقع سابقا تسمية المستشفى منذ سنوات بهذه الأقسام. أشرفت رئيسة الحكومة نجلة بدر رمضان اليوم الجمعة على جلسة عمل وزارية حول تأمين انتظامية السوق خلال شهر رمضان، وأكدت رئيسة الحكومة بهذه المناسبة على ضرورة تحسين وضع التزويد ومستويات العرض بالسوق، مشددة على أهمية التحكم في أطوار أو في تطور الأسعار وترشيد مستوياتها حفظا على قدرة الشرائية للمواطن في هذا الشهر المبارك. ودعت رئيسة الحكومة في هذا السياق إلى وضع برنامج رقابي خصوصي من أجل التصدي للاحتكار والمضاربة، هذا بالإضافة إلى إعداد برامج اتصالية لتحسيس المواطن وتوعيته للابتعاد عن التبذير واللهفة الاستهلاكية. استقبل رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الجمعة بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل، وتناول اللقاء جملة من المواضيع ذات الصلة بسير المرفق العمومي للقضاء وخاصة تلك المتعلقة بمآل عدد من القضايا التي بقيت في الرفوف دون بت لمدة عوام، وكلما تم تحديد موعد لجلسة جديدة إلا وتم إثرها اتخاذ قرارا بتأجيل وفق نص البيان. وتطرق رئيس الجمهورية إلى موضوع اللجنة التي وقع أحداثها لمتابعة سير قضيتي الشهيدين شكري بالعيد ومحمد البراهمي، وأوضح سعيد في هذا السياق بأن السير الطبيعي للعدالة لا يقتضي إحداث مثل هذه اللجان، ولكن للأسف هذه القضية وغيرها بقيت عالقة، هذا فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق، وكان يفترض أن تتولى النيابة العمومية إثارة دعاوي ضد من قام بهذه الأعمال التي هي في الواقع جرائم حتى يقع وتمس معالم جرائم أخرى. وفي السياق ذاته، جدد رئيس الجمهورية التأكيد على الدور الذي يطلع به القضاء التونسي في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها تونس، مشددا على ضرورة محاسبة كل من أجرم على قدم المساواة، وأكد أنه من غير المعقول أن يبقى خارج دائرة المحاسبة من له ملف ينطق بدناته قبل النطق المحاكم، وأكد بأن الأدلة ثابتة وليست مجرد قرائن. وأشار سعيد لأن الشعب التونسي يريد المحاسبة وقد طال انتظاره، والواجب المقدس يقتضي أن تتم الاستجابة لهذا المطلب في أسرع الأوقات لأنه مطلب شعبي مشروع. أكدت القنصلية العامة الجمهورية التونسية بإسطنبول في بلاغ لها اليوم الجمعة بأن مصالحها تولت اليوم تنظيم ولا رحلة إجلان إلى أرض الوطن لفائدة 11 مواطنا تونسيا، من بينهم طفلان قاصران عبر رحلة الخطوط التونسية التي تصل مطار تونس قرطاج فجر يوم الغد السبت 11 فبراير على الساعة 1 صباحا. استقبل نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج اليوم عزوز بعلال سفير الجزائر بتونس الذي قدم له التهاني بمناسبة نيله ثقة رئيس الجمهورية وتمنياته له بالنجاح والتوفيق في مهامه الجديدة. كما مثل هذا اللقاء مناسبة للتأكيد على عمق ومتانة الأخوة والتعاون القائمة بين تونس والجزائر.
تعمق عجز الميزانية مع موفى نوفمبر 22 2000 بنسبة 12% ليصل إلى 5.9% مليار دينار، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ ميزانية الدولة نشرته وزارة المالية اليوم الجمعة. وهذا التفاقم يعود إلى ارتفاع أعباء الميزانية بنسبة 19% لتتجاوز 40.3 مليار دينار، بسبب زيادة في نفقات التدخلات ب 73% لتبلغ موفى نوفمبر 22 2000 حوالي 12 مليار دينار. كما زادت نفقات التأجير بنسبة 5% لتصل إلى 19.3 مليار دينار، ونفقات التمويل بنسبة 16.5 مليار دينار. أفادت وسائل إعلام جزائرية بأن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أسدى تعليماته بتجنب إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين الأشقاء في مراكز العبور الراغبين في الدخول والخروج من وإلى الجزائر. نهاية نشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. خلال لقائه بوزيرة العدل، رئيس الجمهورية يؤكد بأن قضية الشهيدين بالعيد والبراهمي بقيت عالقة فضلا عن إتلاف بعض المؤيدات والوثائق منها. رئيس الحكومة تشرف على جلسة عمل وزارية حول تأمين تزويد السوق خلال شهر رمضان. وزير الشؤون الخارجية الجديد يستقبل سفير الجزائر بتونس. والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يسدي تعليماته بتجنب إزعاج وعرقلة المواطنين التونسيين في مراكز العبور. نهاية النشرة الإخبارية، قدمها لكم نصر الدين حميدة، والمشوار يتواصل مع السيدة ترابلسي في لايف سبور. إلى اللقاء.